وبمقام الشهيد وقف الوزير الأول السلوفيني دقيقة صمت ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المظفرة. الوزير الأول السلوفيني مرفوقا بوزير الطاقة والمناجم ألقى نظرة على الجزائر العاصمة وخليجها من على شرفة مقام الشهيد ليزور بعد ذلك المتحف الوطني للمجاهد. وكان في استقباله وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيجا حيث قدمت له شروحات حول مختلف الحقب التاريخية للجزائر. قبل أن يوقع الوزير الأول السلوفيني على سجل الذهاب للمتحف.